واحد بيقول من هي الزوجة التي تزوجها قايين؟ احدى بنات ادم، لكن انا ما اعرفش اسمها. الكتاب المقدس للاسف الشديد، مع احترامنا لجميع النسوة الحاضرات معنا من المؤمنات القديسات اللي اخر الكتاب المقدس لم يهتم بأسماء النساء في الأجيال الأولى إلا القلائل منهن، أمثال أمنا حواء وأمثال سارة ورفقة ورحيل وليئة، لكن ما اهتمش بأسماء النسوة والباقيات، لأنه إيه؟ يعني اختفوا خافوا لا يحسدوهم. معلش اللي حصل، هو اهتم كتاب الاشخاص اللي كان ليهم دخل في الايمان ونشر الايمان والحاجات دي، والناس دول ما كانش ليهم دخل بالحاجات دي، كانوا سايبينها للرجالة وبيشتغلوا من وراهم. انتوا هتدخلونا في المحرمات ولا ايه؟